مساء الخير منى، شكرا ليك وتحية لكل مشاهدي قناة نسمة. نواصل مواكبة الأطوار المؤتمر العاشر لحركة النهضة مباشرة من الحمامات. انتهت الجزء الصباحي، حاليا فما راحة بالنسبة للمؤتمرين. ونستضيف عضو مجلس الشورى في حركة النهضة وعضو مجلس نواب الشعب عن دائرة منوبة، وكان رئيس قائمة، وهو أيضا عضو لجنة الإعداد المضموني للمؤتمر النائب والمؤتمر هنا عماد الخميري. مرحبا بك سي عماد. مرحبا بك ومرحبا بجمهور نسمة الوس. سي عماد، يعني ما هو الأصعب، إعداد البعد المضموني مناقشته في المؤتمرات أم المصادقة عليه؟ أنت مريت بمختلف هذه المراحل، شو كان الأصعب؟ يعني تنجم تحضر في مؤتمرات لكن نجم تتيح لك الأمور هذه كل في المؤتمر، أم هل أنه النهضة لا تمر إلى المؤتمر إلا وقد حصلت على وفاق مؤتمرها؟ على كل، هو لجنة الإعداد المضموني بذلت جهدا واسعا وأدارت حوارا واسعا مع أبناء الحركة ومع نخبة الحركة، وبطبيعة الحال لا يمكن الحديث عن مرحلة صعبة في مقارنة بالمراحل الأخرى. كل جهد في إطار إنجاح المؤتمر العاشر. نحن بذلنا وأعددنا لوائح عديدة تم مناقشتها في العديد من المؤتمرات المحلية والمؤتمرات الجهوية، ونحن الآن في محطة التتويج اللي هي المؤتمر. نحسب أنه من خلال المناقشات التي تمت والحوارات الواسعة التي تمت قد ذللنا العديد من الصعوبات من أجل أن تكون المادة المضمونية سهلة المنال بالنسبة لكل الإخوة والأخوات المؤتمرين والمؤتمرات. كنا نحكي في الكواليس، قلت لي على عكس ما يتوقعه يعني المراقبون أو الإعلاميين أنه ما فماش هناك ضغط، ما فماش يعني صراع، يعني الأمور تقريبا حسمت قبل الدخول في المؤتمر على الأقل الإشكاليات الخلافية الكبرى. لا، هو في كل الأحزاب، شو ما نحبوش نقدمه نحن صورة وردية، في كل الأحزاب بالضرورة ما دام تجمعات بشرية فما الاختلاف وفما التجاذبات وفما النقاشات وفما التباينات، لكن في تقديري الخاص أن الحوارات الكبيرة اللي أجريناها ربما قد قربت وجهات النظر في كل القضايا المضمونية، حتى تلك التي ينظر الإخوة الإعلاميون أنها ربما قضايا مضمونية شائكة، من مثل إدارة المشروع المتعلق بالعلاقة بين البعد السياسي والبعد المجتمعي في المشروع. نحسب أنه حتى نفس هذه الورقة لن تجد صعوبة للمرور، وستكون محل توافق واسع في داخل المؤتمر. القضايا الأخرى السياسية كذلك، القضايا الفكرية، ربما بعض المسائل فيما يتعلق بالجانب الهيكلي والتنظيمي ممكن باش تكون محل ربما لنقاش فيه من القوة ومن ربما من الصراحة. هل يقترح هذا المؤتمر بلوائح، وأنت أشرفت وكنت عضو لجنة الإعداد المنظومي، البديل بالنسبة للأشخاص الذين ربما يفكروا هم زيادة باش يمشيوا في الجانب الدعوي؟ بالنسبة لهم السياسة ما تهمهمش في حركة النهضة، هم أكثر قرب للجانب الدعوي. هل تم الأشخاص هذوما التخطيط لهم وقتاش باش يخرجوا من الحركة؟ هل إجبارية الاستقالة مباشرة بعد التصويت على هذا القرار؟ يعني فما هذا تفكرت فيه؟ على كل، أنا نحب نذكرك بحاجة، وفي أنه حركة النهضة في إطار مشروعها الإصلاحي اللي انطلقت به منذ لحظة التأسيس كانت مضطرة، نقول من موقع الاضطرار، اختارت أن يدار مشروعها الاجتماعي والسياسي والثقافي والفكري في إطار وعاء واحد، لأن منظومة الاستبداد منعت كل الفضاءات الأخرى للفعل والعمل. وقت جاءت الثورة عودنا طرحنا السؤال وقلنا اليوم الثورة أتاحت مجالات للفعل، مساحة الحرية واسعة، ولذلك نقول أن التطور الطبيعي اللي قطعناه من 2011 حتىش لليوم يخلينا في إطار التخصص للعمل بملء الطاقة في العمل السياسي. وفي الحقيقة ما فماش توزيع للأدوار ولا فماش توزيع للطاقات وللموارد البشرية بقدر ما الناس اللي ترى حقها في العمل السياسي وترى أنه باش تعمل في العمل السياسي ستجد في حزب حركة النهضة الإطار الحامل للمشروع السياسي، واللي معنى عنده مجالات ربما أكاديمية ولا فكرية ولا اجتماعية ولا خيرية ولا غيره، مجالات الفعل المدني وفعل المجتمع المدني اليوم في تونس بعد الثورة تسمح بهذا الفعل. نحن في إطار هذا التطور الطبيعي في الحقيقة باش نكونوا إطار للفعل السياسي من خلال الطاقات الموجودة بناء على اختيارها الطوعي والخاص. واضح، شكرا لك سعيد. خنختم بهذا العدد الخاص من جريدة الفجر، عدد خاص صدر اليوم. جريدة الفجر هي الجريدة الناطقة باسم حركة النهضة، عدد خاص يوزع على المؤتمرين على ضيوف المؤتمر تحت عنوان صورة رئيس الجمهورية وصورة راشد غنوش رئيس الحركة تزين لاؤن بتاع العدد هذا، التوافق، الوحدة الوطنية، الحلم، التحدي، النهضة الجديدة. هذا هو العنوان، فيها تفاصيل ومواكبة خاصة لحفل الافتتاح. دونك
كما قلنا هذا عدد خاص يوزع اليوم من جريدة الفجر، الجريدة الناطقة باسم حركة النهضة. حبيت نعطيكم فكرة أيضا حول كل ما يدور هنا في الحمامات. شكرا لك سي عماد الخميري المؤتمر وعضو مجلس نواب الشعب وعضو لجنة الإعداد المضموني لهذا المؤتمر. شكرا لك منى، نعود إن شاء الله بعد أقل من ساعة لأكثر تفاصيل وأكثر ضيوف مباشرة هنا من الحمامات.